اذا من خلال كلام حضرتك الاقسام مختلفه، يعني عندها 3 فروع في جنوب سيناء. حضرتك عايزين بس نمسك شويه اللي هي المسميات التقليديه اللي هي كليه وقسم كده. احنا عندنا مفاهيم مختلفه، احنا عندنا مجال وبرنامج. اوكي. المجال احنا بنتشارك كلنا في الموارد اللي موجوده. احنا عندنا مثلا على سبيل الفرع في معامل وفي فصول وفي مباني اداريه، كلنا بنتشارك الموارد دي لتعظيم الفايده منها. مفيش سور على حوالين كليه معينه ودي حاجتي وده معملي، مفيش حاجه كده. عظيم. وده بيوجد نوع من التعاون ما بين المجالات المختلفه. يعني لو قلنا مثلا في راس سدر فاحنا عندنا التعاون شديد جدا ما بين الزراعات وما بين الصيدله، النباتات الطبيه وازاي نستخدمها في الصيدله وحاجات زي كده، العلوم والزراعات، العلوم والصيدله. فدايما ده بيوجد ده، ودي طبيعه البرامج اللي موجوده اللي هي البرامج البينيه او الانتر ديسيبلينري بروجرامز اللي موجوده. فده اللي موجود دلوقتي عندنا في الجامعات الاهليه.